مرحبا، يعطيكم العافيه جميعا. خليني اخذكم هيك بريك صغير من موضوع الانسبكشنز وموضوع الام اي بي انسبكشنز والسيفل ديفنس انسبكشن. اليوم بدي احكي لك انه اذا انت بدك تعمل بيلدينج بيرفورمانس سيميليشن ليش بدك تعمله وكيف بدك تعمله، شو الستيجز اللي راح نمر فيها للبروجكت، وبكل ستيج انت شو ناوي تعمل. خلينا نشوف شو اللي بنعمل. طبعاً إحنا ليش بنعمل أصلاً building performance simulation خلال عمليات تصميم؟ In order to optimize the building energy consumption أو in order to optimize the building performance من ناحية الenergy بعد ما يتشغل هذا البروجكت. كيف بنعملها وليش بنعملها وبناء على شو عم بنجيب هاي المعلومات؟ المعلومات هاي as per the AIA guide للarchitects أو الarchitects AIA guide for the building performance simulation. يعني نحن عندنا هذا هيك التشارت الخفيف لطيف، ان شاء الله تكون واضحه اموره على الكاميرا. هون بيحكي لك هذا التشارت انه ايش الستيجز تبع البروجكت او ايش الستيجز تبع الديزاين، وفيرتيكلي بيحكي لك ايش الاشياء اللي لازم تصير في كل ستيج من الستيجز اللي انت بدك تمشيها في مرحله الديزاين. فمثلا بيحكي لك انه انت لما تبدا شغل في بروجكت معين او لما يكون بدنا نبدا بروجكت معين الشغل فيه، فانت بتبدا من مرحله الريكوست فور كواليفيكيشنز والريكوست فور بروبوزلز. بعد ما يتم اختيارك لحتى انت كونسلتنت تعمل هذا البروجكت، وعندك السكيماتيك ديزاين، ديزاين ديفلوبمنت وكونستراكشن دروينجز والكونستراكشن والاكيبنسي للبروجكت. سو حكينا عنا ريكوست فور كواليفيكيشنز اند بروبوزلز، بعدين في عندنا السكيماتيك ديزاين، ديزاين ديفلوبمنت اند كونستراكشن دوكيومنتس اند كونستراكشن اند اكيبنسي اوف ذا بروجكت. هاي هي المراحل اللي راح يمشي فيها البروجكت تبعك لحتى انت تخلص عمليه التصميم، تبني البروجكت ويشتغل هذا البروجكت في الحياه الواقعيه. هلا بحكي لك في كل مرحله من هاي المراحل انت في عندك مسؤوليات لازم تكون فيها، سواء كنت كاركتكت او كنت كتيم انت عم تشتغل على هذا البروجكت عشان تقدر تعمل عمليات سيميليشن اوف بيرفورمانس للمشروع تبعك. هاي العمليات بتبلش من عند الاركتكت بالعاده، وفي مراحل متقدمه شوي من البروجكت راح توصل لتحتاج انه يكون معك مثلا واحد من الام اي بي تيم از بير الاي اي جايد او از بير الاي اي جايد ستاندردز. في مرحلة request for proposals والrequest للquality أو للqualifications راح تقوم بعمليات التالية. في إشي إحنا بنسميه early investigations في البروجكت اللي عم نشتغل عليه، واللي من ناحيتك أنت راح تدرس الأشياء التالية: climate and site programming, benchmarking, goal settings and rating system selection. في هاد العمليات اللي بتصير معك في request for qualifications أو proposals. في مرحلة schematic design بعد نبلش الشغل في البروجكت، إيش الأشياء اللي انت فعليا راح تضطر تعملها لحتى تعمل شيء اسمه building performance simulation بطريقه صحيحه ولتحصل على افضل الريزلتس في نهايه البروجكت تبعك؟ واحد، massing and orientation of the project. ودفنتلي هو الاركتكت اللي بيشتغل بهذا الموضوع. اثنين، natural ventilation، هو برضه الاركتكت اللي راح يقوم بدراسه هذا الموضوع يعمل له السيميليشن المطلوب. ثلاث، السولار اند شيدنج سيستمز، اذا كان انا محتاج اني اعمل سولار سيستمز حتى ان انا استفيد مثلا من الطاقه الشمسيه، او ان انا محتاج شيدنج سيستمز لحتى اخفف من هاي الطاقه الشمسيه، فانا فعليا برضه بدي اعمل هاي الاستديز في الايرلي انفستيجيشنز، او خلينا نحكي في الايرلي ديزاين ستيجز واللي هي السكيماتيك ديزاين بروسيس. كمان راح اشتغل على شيء اسمه الديلايتنج اند جلير اللي راح يصير عندي في البروجكت في مرحله السكيماتيك ديزاين. سو هدول المراحل فعليا اللي بعملها بشكل كامل في مرحله السكيماتيك ديزاين، بعديها ببلش انتقل لمرحله الديتيل ديزاين او للديزاين ديفلوبمنت. في هاي المرحله بصير عندي اوفرلابنج بالعمليات، وراح ابدا اشتغل على شيء اسمه انفلوب اند فساد، انفلوب اند فساد والثيرمال كومفورت في البيلدينج تبعي. في هاي المراحل انا بكون خلصت تقريبا كل الاشياء المطلوب من الاركتكت لحاله على حده انه يخلصها في الديزاين ديفلوبمنت ستيج وفي السكيماتيك ستيج وفي الريكوست فور بروبوزل and qualifications state. هلا من مراحل الديزاين ديفلوبمنت والكونستراكشن دوكيومنتس والكونستراكشن والاكيبنسي، لما اكون انا عم بنتقل في هاي المراحل وعم بنتقل مرحله الديزاين ديفلوبمنت او من السكيماتيك ديزاين حتى كمان، بيبدا يدخل معي ممبر من الممبرز الموجودين في الام اي بي تيم ممبرز. هذا راح يساعدني في ان انا اشتغل على البيلدينج سيميوليشن، بحيث
ان انا اشتغل على الاشياء التاليه. اول واحده اللي هي سمبل بوكس موديلنج والكونسبشوال ديزاين موديل. غيرها راح اروح على اللود ريدكشن موديلنج والاتش باك سيستم سيلكشن موديلنج. سو انا الاربع ستيجز هذول اللي بعملهم بمرحله السكيماتيك ديزاين اللي شوي ريليتد او خلينا نحكي اللي ريليتد للام اي بي تيم اللي راح يكون في ام اي بي تيم ممبر عم بيعمل لي سبورت وانا عم بشتغل في هذا الشغل او هو راح يشتغل وانا راح اعمل له سبورت ان اوردر تو كوردينيت الجهود الموجوده في التيم بين الاركتكت وبين الام اي بي تيم. انتقلنا من السكيماتيك ديزاين رحنا للديزاين ديفلوبمنت راح ابدا اعمل اشياء ثانيه برضه ريليتد للام اي بي واللي هي الاولى ديزاين ريفاينمنت ديزاين انتجريشن اند اوبتمايزيشن وبعديها ببدا انتقل من الديزاين ديفلوبمنت للكونستراكشن دروينجز او الكونستراكشن دوكيومنتس واللي هو راح يدخل فيها مرحلته بعمل شيء اسمه سيميليشن ادد فاليو انجينيرنج. وبما انه وصلنا لمرحله الديزاين او خلينا نحكي الكونستراكشن دوكيومنتس ففي اكيد شيء لازم نعمله هذا الشيء اسمه از ديزايند انرجي بيرفورمانس. از ديزايند انرجي بيرفورمانس لازم تكون عملية سيميليشن في هاي المرحله مطابقه للديزاين واللي راح تصير ديفينتلي في الواقع او اللي عم بتصير اوريدي في الواقع. بعديها راح انتقل بين الديزاين او خلينا نحكي كونستراكشن دوكيومنتس والكونستراكشن الاكشوال كونستراكشن فراح اعمل شيء كثير مهم هذا الشيء اسمه تشينج اوردرز ان كيس انه صار في عندي تشينجز في البروجكت. سو راح يصير في عندي شيء اسمه تشينج اوردرز وديفينتلي راح يكون في تشينجز في البروجكت ما في بروجكت ما يصير في تشينجز. وصرت بالاخر هلا في الاكيوبنسي ستيج اللي هو بعد ما بنى البروجكت صارت البيلدينجز تبعتي اكيوبايد. سو راح اعمل شيء اسمه از بيلت انرجي بيرفورمانس. از بيلت انرجي بيرفورمانس اللي هي مطابقه للواقع والعمليه اللي قاعده بتصير وكيف فعليا المبنى عم بتصرف وكيف الانرجي كونسمشن خلينا احكي عم بصير فيه وكيف الانرجي بيرفورمانس لهذا البيلدينج. واخر عمليه راح اعملها شيء اسمه بوست اكيوبنسي بيلدينج بيرفورمانس. وهيك انا بكون عملت كل الستيجز فروم زيرو تو هيرو خلينا نسميها او فروم داي 1 تو ذا بوست اكيوبنسي موديل خلال عمليه الديزاين لغايه ما خلصنا البروجكت وبنيناه والناس سكنت فيه او اليوزر صارت موجوده فيه عم تتعامل معه وفعليا السيستمز كلها اشتغلت. وهيك انا بكون عملت بيلدينج بيرفورمانس analysis خلينا نحكي او building performance simulation as per AIA guide standards اللي حكينا عنه في اول الفيديو. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه.